تكريما وتقديرا للجهود العظيمة التي يقوم بها أبطال اليمن في جبهات القتال وميادين العزة والشرف، أقيم في صنعاء المعرض الفني الأول للجندي المجهول. انتصارات الجيش واللجان الشعبية في صور على حائط صاحبت فعالية المعرض الفني الأول للجندي المجهول التي نظمتها مؤسسة كون، أثنت على الدور البطولي الذي يقدمه الجيش واللجان الشعبية أمام العدوان وأدواته ومرتزقته. يعتبر مشروع أو معرض الجندي المجهول هو المشروع الأول للمؤسسة الذي نتمنى من الله تعالى أن يجعله بداية جيدة وخيرة. اخترنا أن يكون معرض الجندي المجهول بهذا التسمية ولهذا الهدف لأنه الجندي المجهول لم يحظى بالزخم الإعلامي الذي يجب أن يكون، ووجدنا أن هناك يعني جميع شرائح المجتمع هي جندي مجهول في الأساس، لأنه جميع كل مواطن يمني هو يعاني في الوقت الراهن، كل مواطن يمني حر يعاني ويصبر على الكوارث التي أراد لها الخارج لنا لبلادنا، هو في النهاية جندي مجهول. المشاركون أشاروا إلى حق اليمنيين في الدفاع عن أنفسهم أمام عدوان بالغ في إجرامه وانتهك كل المواثيق والأعراف الدولية من قتل للأبرياء وتدمير للبنى التحتية. إن شاء الله حقوق الإنسان نحن من سيجسد هذه الحقوق، نحن الشعب اليمني إن شاء الله سنري العالم ما معنى حقوق الإنسان، وإن شاء الله اليمن في ارتفاع في عزة في كرامة، وآل سعود في انحطاط في ذل، وإن شاء الله إذا قضينا عليهم سنعلمهم ما معنى حقوق الإنسان وكيف سنتعامل معهم. أرض اليمن شبت على حملة ثقال، أرض اليمن شبت على حملة ثقال، رجالها ونساءها وأطفالها ما همها أصحاب العمالة والنعال ولا ذيول الشر أو منعالها، محال والله ما تذلونا محال، وإحنا سيوف الحق محدنا لها، وإحنا براكين الغضب وقت القتال ولا المعامع ما نهاب أهوالها. نعل اليماني فوق راس أهل العقال، نعله يفوق الألف من أمثالها، لأن اليماني ما تدانيها الرمال، وذا اليماني سيفها ونصالها، هذه بلادي عزتي مهد الرجال، فيها نحطم كل غازي جالها، لو نثروا نشلاء في راس الجبال أو قطعونا يا يمن إحنا لها. الالتفاف حول الجندي اليمني ومشاركته رسالة وتقدير وإجلال لكل الأبطال المرابطين في جبهات القتال والذين سطروا أروع ملاحم الانتصارات ضد العدو الذي تجاوز كل قيم الأخوة والدين. يمثل الجندي اليمني رمزا للصمود والتحدي، فجبهات القتال تشهد بمدى الإقدام والنضال وهو يدافع عن أرضه ووطنه، أما هنا فتعبير بسيط عن وفاء وعرفان من الشعب أمام ما يقدمه الجندي اليمني. لقناة اليمن اليوم، محمد العنتري، صنعاء. نظمت الجبهة